عسلامة مدام. عسلامة أختي. قدم لنا روحك. سعيدة بمنيجل، نخدم في اتحاد الوطني للمرأة التونسية، مكلفة بالطفولة والثقافة. مرحبا بك مدام حدينا. عايش. كنا باش نحكيو على أسباب القطيعة بين الأقارب. بين الأقارب؟ القطيعة تحبني نحكي لك على القطيعة؟ بو أنا ما نعرفش برشا، على خاطر الحمد لله الحمد لله نشكر ربي اللي نحنا عائلة متماسكة ومتقاربة. شنو الظروف متاع الدنيا تخليك معناتها تغيب شوية على أهلك وماليك، مش الدائرة الضيقة، خاطر أخواتك وعائلتك الصغيرة هذيك باغ أوبليغاسيون لازم معناتها لك بالله أولاد العم وكل، خاطر شارج متاع الدنيا ومعناتها مشاغل الدنيا تخليك تبعد شوية، أما لازم نتقابلوا، لازم في المناسبات نتقابلوا. المواقع الافتراضية عندها دور في القطيعة هذه ولا لا؟ يعني اليوم في عوض واحد يمشي يطل على خاله ولا على عمه يفضل انه يحكي معاه بالكاميرا. ليه ما تجيش؟ اللي عرفتك حتى بالبوسه ترميها من الكاميرا ما تجيش، ما تحسيش راهو هي التعنيقه بحد ذاتها تعطيك انرجي وطاقه باهيه، خلي معناتها عائلتك واقاربك من الفيسبوك من الكاميرا ومن ما انا نتبعوا كي الناس شويه هكا شويه هكا، ما ماذا بيك معناتها مره هو راهو تقرب قرب دون لو سونس اللي عبد بعيد عليك برشا وما تتنجمش تمشي له، باهي انك باش تكون فما معناتها تواصل بيناتكم عن طريق التواصل الاجتماعي صحيح. فيها ايجابيات وفيها سلبيات. بيان سور فهم، اما انت هو في الدوره معناتها انت في حلق الويد وهو في باب السويقه تران ومترو لا كنت بحذاهم، معناتها باهي انك تطل على الكبير وتطل على اخوك وتطل على. هل ترى انه فما قله وعي بصله الرحم؟ لا مش قلة وعي، لا 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 موبيلات اي مش قلة وعي، خاطر هو واعي ويعرف ونأكد لك اللي هو يعرف اللي يلزم فما صلة الرحم ويلزمك اي واعي واعي تربينا عليه، خاطر كيما انت هاك انت صغيرة صغيرة ونتصورك تعرف من اللي هذا هو صلة الرحم ما فماش كلام واعي، اما شنو لا موبيلات علاش قال شنو زعما مشاغل الدنيا وانا عندي مسؤولية وعندي شارج وعندي صغيرات وما نخلطش وما ادري شنو اللي هي توا مواقع التواصل الاجتماعي سهلت عليك انك باش تسال على قريبك وعلى جارك وعلى اخوك وعلى واحد، وما يسالش كي تفاضي روحك مره في الفيل باش تمشي تقابل من على ما نعرفش انا ساعه ما انا واحده من الناس ما نرحمش هذه تقول لي امي ما نجمش نمشي نطلع عليها، تفضي روحك حتى مره في الجمعه مره في الجمعه تفضي روحك هذه امك والبراني تعمل له ما نعرفش واحد راهو كي تنظم روحك تلقى روحك ايش عم نزيدك في المناسبات مثلا. في المناسبات بيان سور باهي واحد ياخذ بالخاطر في المناسبات نجم تقابل العيله الكبيره الكل اي ومحلاها هذيك هي اللي محلاها كي تتلموا الناس الكل وبعد غياب وما تبداش شايلين من بعضكم وش بك انت ما تقولش بك انت ما تسالش ولا هكا باش يشيلوا من بعض لي والله لي نحن الحمد لله معناتها برحق معناتها فماش هكا معناتها فازات كيف هكا صارت فريمون معناتها واثرت على العيله لي لي الحمد لله حتى كي نقعدوا مديده ما نتقابلوش كي نتقابلوا نفرحوا ببعضنا ونطلوا على بعضنا ونبوسوا بعضنا ونراو بعضنا تتفهموا يعني بعضكم بيان سور واحد راهو يبدا واعي ومتفهم ويعرف اللي فما شارش في الدنيا هذه يكون معناتها متسامح فما شكون مدام يتسبب بالوضع المادي نتاعو يقول لك ما عنديش فلوس باش نمشي مثلا ما نتصورش انه كان اخته ولا اخوه باش ينتظر منه انه باش يجيب له حاجه في يده. لا نعم احنا ما عندناش حكايه انت لا يلزمك تجي وتجيب في يدك حاجه لا انا نمشي لاختي ندخل لها نمشي نروح بحاجه ندخل لها يدي فرغه فرغه نروح يدي مليانه معناتها لا ما فماش حسابات. ما بيناتكمش يعني. صحيت ما بيناتناش وهذاك اللي يلزم يكون راهو خاطر كي باش تولي بيناتكم وتحسبوا تجب تقعد حتى بالثلاث سنين واربع سنين ما تطلش راه. خلينا نحكيو بصفة عامة. نشوفوا مدام فما يعني قطيعة بين اخوات. سي. بين بو بنتو. سي. شنو هو الأسباب؟ المادة. أنت توا ذكرت قبيلة يقول لك على الفلوس وما الفلوس وما الفلوس، وفما زاد المصالح، أنا عندي مصلحة بيك تنجم أنت تضيف لي ولا تعاوني بتعرف فلوس نجي نطلع عليك. عرفت كل ماسك مخيبها معناه انت ما تضيفليش وما عندكش باش تعطيني وما ادري شنو ما نعادش نلوج عليك وما نطلش عليك وهذا خايب الماده بالحق الماده اكثر حاجه خليت الدنيا بالنسبه للاخوات شنو رايك مدام في زوج اخوات يتعاركوا وزوجة الاخ تدخل في الموضوع شوف كان هي تجبدت في الموضوع من حقها انا تدخل مانيش ضد كان ما تجبدتش وحاجه خاصه بينه وبينها بينها انا بالدوا
ماذا بها تقعد متفرجه وتكون تجي ما بيناتهم بالصلح. تهدي على القليله راجلها، يا ولد الناس راهو خوك واستهدى بالله وما تعملش وما تعمل. اما باش انت باش تتدخل وانت ما عندك حتى دخل في الموضوع، هذا تحب تشعل النار. اي خلينا نحكيو شويه على سر النجاح. اي العلاقه العائليه. العائليه مش الزوجيه. نختموا بها سر العلاقة الزوجية العائلية ساعة. العائلية باش تكون عائلة هكا متماسكة ويطلوا لبعضهم. هي شنية راهو شنو نقول لك، تتربى فيك الحكاية معناتها اكل اللحمة والمحبة والغيرة وال سيكو كي تقول خويا واختي معناتها حاجة ما فماش كلام، معناتها ما عندكش علاش باش تقعد تخمم خويا واختي شنو ودر شنو. لا لا فهمتني، تكون متربية عليها كاللحمة هذيك تكون تربيت عليها، ما نجمش نضيف لك حاجة أخرى. شنو السر؟ سر تربيتك أصلك من الأول، كيفاش تخلقت وكيفاش تربيت وكيفاش عشت، معناتها كيفاش هذيك هو معناتها استمرارية العلاقة. هل العلاقة تختلف بين الأخوات كي يكونوا مع بعضهم مع أمهم وبهم في الدار ومن بعد كي يتزوجوا كل واحد يمشي على روحه لبلاصة، كيفاش تختلف؟ شوف هي ايش كما قلت لك مرا، ومن الاول هي العلاقه راهو كلها من الاول من الساس من التربيه، كيفاش تربيت انت باش كي يتفرقوا يعرسوا اكيد فما مع طرف ثالث باش ياثر نسبيا، انت والمتقبل يتاثر كومبليتمون ويتبدل يتبدل شخصيته تتبدل مع عائلته، والا عرفت مسكين تلقاه ما بين بيني جاري. اسكو كي كل واحد يعرس يعرف قيمه خوه ولا لا؟ كي بعدوا لبعضهم شوية هك يتوحشوا أكثر يعرف قيمته أكثر. أي أكيد على خاطر راك اللي عشتوا أنت مع أخوك ولا عشتوا مع أختك مش كما باش تعيشوا أنت نهار آخر في دار ومسؤولية وانفوايي، معناتها عشت الخرجات والسهريات والمشيات اللي بالسرقة واللي يخبي عليا ونخبي عليك، سي نورمال باش تفقدوا خاطر أنت بعد باش تولي استاد آخر، معناتها مسؤولية وشارج واجري واركض، سي نورمال معناتها باش ترجع شوية الحنين. فما حنين. انا وعدتك باش نختموا بسر نجاح العلاقه الزوجيه. فما بعض التنازلات الا المعقوله باش تخلي العلاقه الزوجيه مستمره. يلزم معناتها شويه من المراه وشويه من الراجل، شويه طيح هكا وطيح هكا باش كل مشكله معناها تتحاور وتحكي، هل الحوار هو الحل ولا هذيك هي راهو زايد عليك. لو كان ما تحكيش انت وراجلك على مشكله باش تكبر المشكله وباش تبعد علاقتك بيه، معناتها خاطر اكثر حاجه تخلي معناتها لونتونت صايره ما بين الرجل والمراه هو الحديث. اي مشكله لازمك تكون صراحه عملت ما عملتش في كل شيء، يلزم تكون فما صراحه وانسي كو لي زاد المراه والراجل يلزمهم يطيحوا. تو باغ اكزومبل انا نخدم وهو يخدم ونروح وعندنا زوج صغيرات نتعاونوا، نهز شويه تهز شويه. انت انا تعبت تعبه وما نجمش نتحمل اصلا صوت واحد من الاولاد، ما يسالش برا انت ارتاحه تو انا اليوم انا عليه، فهمت؟ لو بارتاج. يعطيك صحه مدام. باي باي.